السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفية الاستفادة من منحة مؤسسة محمد السادس؟ سوف نتبع المراحل التالية. إذا أولا نقوم بكتابة منحة مؤسسة محمد السادس هنا في جوجل لأداء رجال التعليم، ثم بعد ذلك تخرج إلى الصفحة التالية، نعم، ثم نضغط على التعليم الأولي. التعليم الأولي كما تلاحظون في الصورة. المرحلة الثالثة نقوم بالضغط على هذه البطاقة، الصورة الزرقاء على اليسار، نعم الصورة الموجودة على اليسار، نضغط عليها. ثم بعد ذلك نقوم بملء هذه الاستمارة بالمعلومات المطلوبة. بالنسبة للرقم الأول فهو الرقم الموجود في بطاقة محمد السادس أسفل الصورة. وشكرا لكم، وأتمنى منكم أن تشاركوا هذا الفيديو ولا تنسوا علامة بتعليقاتكم والإعجاب، وشكرا جزيلا.